علماء أهل السنة والجماعة الشافعية والحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة باستثناء حشوية الحنابلة، ابن الجوزي رحمه الله الحنبلي يسمي هؤلاء حشوية الحنابلة، هؤلاء الشاذين حتى عن مذهب أحمد بن حنبل. فإذا في الحقيقة لابد أن نتعاطى مع النص كما هو في اللغة وليس كما هو بقصه من سياقه. النص ورد في سياق، فلا يصح أن نقص الألفاظ من سياقها ثم نقول هكذا قال الله. ما قال الله هذا؟ ما قال الله له يد؟ ما قال الله له عين؟ هذا كذب على الله. الله سبحانه وتعالى وردت العين في سياق، فلا تفصل من سياقها. ولتصنع على عين تجري بأعيننا، هل تجري في عينه حقيقة؟ هل تجري السفينة في عينه؟ فلذلك هذه نفهمها كما فهمها علماء أهل السنة والجماعة وعلماء كل المذاهب، أكثر المذاهب الإسلامية، فهموها بأنها تحمل كما يفهمها العربي، كما لا تقص اللفظة من سياقها.